بالظبط بالظبط. وبعدين في نفس الوقت شاطئ او متنفس للمواطن، يجي يقعد هنا يوم يقعد كويس عشان ما يرموش الصرف هنا في البحر. احنا بقى الصرف دلوقتي معالي وزير التخطيط كانت هنا وخصصت مبلغ لكل القرى اللي على البحيره، عندنا ان احنا هنشتغل صرف صحي اللي هو مصرف البطسه. لا كل القرى، كل القرى القائمه على البحيره هيتعمل لها صرف صحي. لا بص حضرتك، وفي ايه في حاجه اسمها لا اقول لحضرتك احنا بس عشان ايه، عشان ما نحطوش علشان ما نحطش راسنا في الرمال يعني. لا ما لازم تعرف مشكلتك عشان بالظبط كده. هي الفكره ان في حاجه اسمها صرف بتاع الري. لا دي رأي مش مشكله، بس ما انا اقول لي معاليك بالظبط كده. الاهالي بقى بتتفنن ان هي تفتح عليه واحنا نقفل ويفتحوا تاني عليه، يبقى الحل ان احنا نعمل ايه، صرف صحي. تمام. فمعالي المحافظ ومعالي وزير التخطيط كانوا هنا من شهر بالظبط، خصصوا تقريبا 7 مليار او 7 مليار، مبلغ كبير يعني هيتعمل فيه كل القرى 88 قريه، هيتعمل لهم صرف صحي، يبقى ما حدش هيرمي على ايه، على البحيره. تمام. وانا كنت في معهد البحار دلوقتي، هم عاملين ابحاث كتير جدا لتطوير البحيره وتحويلها تاني لمزرعه سمكيه جميله زي زمان. تمام. لو احنا فعلا طهرناها من الصرف الصحي يبدا هو يشوف شغله بقى، يبدا يشوف شغله. وعلى فكره هي بتعتمد اصلا الميه نازله قد ايه، ما انا اقول لي معاليك دايما الفيوم حضرتك عارفه الميل بتاعها عكسي. تمام. فالميه كلها المفروض تهدف على البحيره هنا، وايام محمد علي كان عمل مجموعه فتحات وكل فتحه بمقدار علشان الميل بتاع الميه، اخر فتحه ترمي هنا. دلوقتي علشان الميه فيها انحصار شويه، فالصرف الصحي ما بيجيبش الكميه الكافيه ان هي تزود ميه البحيره. صرف زراعي قصدي؟ صرف زراعي قصدي. لا ولا صرف زراعي تحول للاراضي الزراعيه في مشروع الشباب. لا 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 مش شرط. لا على فكره يا فندم، لا هي في فكره بسيطه كانت اتقالت ما اعرفش علميا تمشي ولا لا، ان فتره السد الشتويه تترمي كلها على البحيره. ايه اللي يمنع؟ يعني هي دي فكره ما اعرفش اتقالت زمان، يعني هل دي صح ولا غلط علميا الناس تدرسها؟ علميا مش مجديه. كان في اتجاه ان انا مش مجديه. ليه؟ نعرف ليه؟ اقول لك ليه؟ اقول لك ليه؟ في قنوات ممرات دخلت فيها الميه. يعني الفيوم تختلف عن نظام العالم كله في نظام غير. الميه بتيجي من فوق واحنا تحت. الميه بتيجي من فوق واحنا تحت. لما انا اجيب الميه من فوق انزلها تحت صعب ان انا اتحكم فيها. في قنوات صرف وغي تمشي فيها الميه، صعب جدا ننزل ميه على البحيره، صعب جدا يعني. احنا النهارده يعني عملنا جوله سريعه، عملنا جوله لمزرعه ابو شنب التابعه للثروه السمكيه، ودي كانت مش شغاله، وهم النهارده الحقيقه اثبتوا لنا ان هي قايمين بدور كويس جدا في التنميه، لكن انا عن نفسي ليا يعني شويه تعديل، وده اللي احنا اتكلمنا فيه عشان حضرتك تبقى معانا في الصوره. انا مطالباهم والنهارده اتفقنا ان يكون في مفرخ، لان ما ينفعش يكون عندنا احنا مزرعه تابعه للثروه السمكيه جنب البحيره وانقل الزريعه من الاماكن الاخرى. ففعلا خدنا القرار النهارده واحنا يعني في مكاننا ان هيتم عمل مفرخ، وان هم عندهم حضانات شغاله دلوقتي مهتمين بيها، وكمان الاحواض الزياده هينموا بالنسبه لهم الاسماك عشان دعم المحافظة بالسمك. ودي حاجة أنا بعتبرها إقامة مفرخ في هذا المكان مهمة جدا، واتفقنا عليها إن شاء الله، وما فيش فيها يعني أدنى مشكلة من التنفيذ. إحنا بعد كده قابلنا شفنا طبعا الطريق اللي حضرتك تطوير اللي بيتم، ودي حاجة مشرفة، واحنا طبعا سعداء ان يكون في يعني فكر متحضر ان الناس يبقى ليها كورنيش ومكان يقدروا يمشوا فيه، وان حتى تنميه السياحه تبقى بادية البدايه الصح. احنا عدينا عليه والناس فرحانين، واللي يمكن كان طلبات المواطنين ان هم مهتمين بعمليه معالجه الصرف او يبقى عندهم صرف صحي، ويمكن بالنيابه عن سيادتك وسياده رئيس المدينه يعني كلمهم ان حضرتك فعلا في اتفاقيه مع وزاره التخطيط، وان ده هيتم في الايام القادمه، وده اطمئنانا للمواطنين. اتكلموا برده على بحيره قارون وان ازاي تنميتها، وده اكل عيشهم، واحنا برده طمناهم ان السيد رئيس الجمهوريه مهتم بشكل كبير جدا بالبحيرات بشكل عام، البحيرات المصرية، وبحيرة قارون من إحدى البحيرات الهامة، وخاصة إن هي بحيرة مقفولة
بتحتاج يعني عايزه اقول جهد اكبر، لان ما عندهمش ما فيش بواغيز عشان تنقل لها الميه، وبالتالي محتاجه دايما دعم مائي نظيف لهذه البحيره، ومحتاج نحمي حدود البحيره، وهو ده اللي بنعمله النهارده الحزام الامن. احنا رحنا وشفنا، ان شاء الله هيكون معانا المهندس سمير مجدي ماهر هيكلمنا على الآليات، ان احنا ازاي نعمل فلتريشن للمية، وخاصة من العوالق الصلبة، وان يبقى فيه حوض ترسيب، وان يبقى فيه فلاتر او هدرات او فلاتر زلطية تؤدي الى عملية الفلترة. احنا مش احنا بنتكلم اهم حاجة بالنسبة لنا احنا كثروة سمكية، ان ما يكونش فيه رواسب صلبة. الرواسب صلبة بتأثر على نوعية السمك وعلى ارتفاع قاع البحيرة، الاثنين دول احنا اكتر حاجة بتقلقنا. واعتقد احنا في طلبنا منه ان يعمل لنا على الاقل يبتدي بوضع فلتر عشان نشوف المية قبل وبعد كتجربة، علشان يكمل بقية الفلاتر. يمكن هو هيدلنا، انا النهاردة يعني انا ما بحبش الكلام المرسل، حضرتك استاذنا وعالم، الحاجة لما تبقى بخطة زمنية، العمل بخطة زمنية واضحة الكل هيرتاح، وده اللي انا طالبته النهاردة من الثروة السمكية. احنا عايزين خطة مكتوبة بتقول انا هعمل الشهر ده ايه، وهنتهي امتى، والآليات ايه. وطالبنا طبعا معانا معهد بحوث صحة الحيوان الدكتور صلاح حجاج، ان يتابع باخذ العينات بصفة دورية في كل المراحل، علشان نتأكد ان ايه الاحوال والحل الافضل. ودي يمكن التجربة دي هتساعدنا في بقية البحيرات، دي هتبقى أول تجربة بنعملها، وأنا أعتقد إن شاء الله إنها تكون ناجحة. يعني المهندس ماهر مهندس يعني شاطر وفكره يعني كويس، هيدينا إن شاء الله الآلية، وبالاختبار نقدر نأكد إذا كانت التجربة دي نقدر نعممها، أو حتى من مرحلة مرحلة هنوصل لإيه. أنا شايفة إن العمل كويس، يمكن محتاج ضغط مننا، محتاج معدات أكتر، ده وجهة نظري. معرفش رأي حضرتك ايه يا باشمهندس محمود، لكن احنا محتاجين معدات اكتر، محتاجين وقت محدد لسيادة الوزير المحافظ يقول لنا احنا النهاردة هنسلم امتى، والآلية تبقى ازاي واضحة، لان هنا هو برضو المواطنين بيكلموا وعايزين يعرفوا ايه الآليات اللي موجودة في ارض المحافظة.